الله يعطيكم العافية شباب. معكم زكريا من شركة ريد كاردينال. جبنا الحمد لله وصلتنا طلبية علافة جديدة وجبنا فيها بذور اللي هي بذور اللي مش موجودة أتوقع في السوق بكثرة والمربين بيعانوا منها بشكل عام، اللي هي بذور المايكرو سن فلور. طبعا بذور المايكرو سن فلور بتحتوي على الدهون، رافع للخصوبة بشكل كثير قوي، بتعطي انرجي للطيور، بتعطي طاقة عالية للطيور، وهي كمان بنفس الوقت مضاد للأكسدة، وكويسة بفترة الغيار والتجهيز. طبعا هي بتنفع لجميع أنواع الطيور، جميع أنواع الطيور بتاكل منها، كونه حبتها صغيرة وطرية وفيها فائدة للطيور خصوصا في الخصوبة، كثير رافع للخصوبة. إن شاء الله تكون الصورة عندكم واضحة. ايضا بذور الملك تسل اللي هي الخرفاش او الشوك، هاي البذور مضاد للأكسدة، مفيدة جدا 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 للكبد ولمشاكل الكبد. تقريبا جميع المكملات الغذائية او العلاجات اللي بتخص الكبد بيدخل في صناعتها البذور الخرفاش، بذور الشوك، الملك تسل بتدخل في صناعتها، جدا جدا مفيد للكبد لجميع انواع الطيور. هاي البذور نورجيكم اياها ونحكي عن طريقة استخدامها، في لها اكثر من طريقة للاستخدام. ممكن انه المربي يطحنها يخلطها مع الايج فود ويقدم للطيور. الطريقة الثانية وهي المفضلة اكثر، المربي بيغلي، لنفرض انه بده يعمل، بده يشرب طيوره لتر مي، بيغلي 200 مل مي، بعدين بيضيف عليهم ما يقارب 50 جرام، بيطفي عليهم، يعني بيغلي المي مش بوجود البذور، بيغلي المي لحالها، بيضيف عليهم 50 جرام بذور الشوك، بيترك المي لما تبرد، بيصفي المي وبيضيف عليها كمان 800 مل، وهي صار المجموع لتر. بيشرب الطيور كلها من البذور، من المي المنقوع فيها البذور الشوك. هلا البذور الزايدة بينشفها المربي على فاينة أو على بشكير وبيقدمها للطيور. في الحالة هاي الطيور بتكسر البذور، لأن هي البذور شوي قشرتها قاسية، في الحالة هاي البذور كلها الطيور بتكسر البذرة وبتاكلها. جدا 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 مفيدة للكبد، وهاي يفضل استخدامها طول السنة، يعني ما بوقف استخدامها المربي لا صيف ولا شتاء. عندنا أيضا بذور البريل للبيضة، ممتازة للفراخ خصوصا عند الفطم، لين الفرخ بكسرها بكل سهولة، بتعطي صحة للفرخ. لا سمح الله طير مسيف بنعطيه بريلا مع مايكرو سن فلور لعباد الشمس الصغيرة، بنخلطهم مع بعض، كويسة للطيور المسيفة، أيضا كويسة للأمعاء البريلا، ممتازة وكمان مضادة للأكسدة. فوائدها كثير كبيرة البريلا البيضاء، أتوقع المعظم بيعرف إيش فوائدها. إن شاء الله تكون كمان عندكم الصورة واضحة. طبعا ميزة البذور اللي جبناها إنه الحبة صغيرة، فهي بتناسب جميع أنواع الطيور، حتى الزيبرا بياكل منها أو الجولد، يعني بياكل منها الطيور الصغيرة لا للطيور الكبيرة، ما فيها أي مشاكل إن شاء الله. أي شيء بدكم إياه إحنا بالخدمة، ولأي استفسار جاهزين. الله يعطيكم ألف عافية شباب.